فيديو فيلم خادش لرانيا يوسف يثير أزمة والفنانة توضح أزمة جديدة تمر بها الفنانة رانيا يوسف، وذلك بعد أن انتشر فيديو طويل بعنوان شهوة جسد عبر مواقع الفيديوهات الشهيرة يوتيوب. روج لي أحد الأشخاص المجهولين للمقطع على أنه فيلم جديد لرانيا يوسف اللي صدرت صورتها الفيديو، وبدأ في الانتشار عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. تلقى بعدها الفنانة رسائل من المقربين يخبروها بما حدث. من جانبها قالت الفنانة رانيا يوسف أنها تلقت العديد من المكالمات والرسائل من بعض الأصدقاء بعد أن شاهدوا صورتها على غلاف الفيديو عبر منصة اليوتيوب. روج لها صاحب القناة على أنه فيلم جديد يحمل اسم شهوة جسد، وهذا ما أثار استغرابها متسائلة إزاي شخص يدعي هذا الادعاء ويروج لفيديوهات غير أخلاقية مستخدما صورتها. وأضافت رانيا إنها على الفور توجهت إلى مباحث الإنترنت بالقاهرة وحررت ما احتر بالواقع وسلمت المسؤولين رابط الفيديو الموجود عبر اليوتيوب للتعامل معه والوصول إلى صاحب تلك القناة للتحقيق معه. وأوضحت إنها لم تكتفي بذلك بل توجهت أيضا بشكوى رسمية إلى نقيب الممثلين المصريين الفنان أشرف زكي حتى تتبنى النقابة تلك الأزمة ومتابعتها ومحاسبة الشخص اللي فعل ذلك.